مما علمتني الحياة أنه ليس بالضرورة أن يرضى عنك كل الناس، مهما كنت طيبا ومعطاء. قد تكون طيبا يا شاب الثانوية، أنت يا شاب الجامعة، يا فتاة الجامعة قد تكوني طيبة، لكن زميلاتك وزملائك في الجامعة لا يحبوك ولا يقدروك. أنا معطاء أقدرهم، أعطيهكم كل ما في نفسي، لكنهم لا يقدرونني. ليس شرطا دائما. لماذا يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان؟ إذن المقياس هي بالمنهج وليس بقبول الناس، وإن كان القبول واحد من المؤشرات، لكن ليس المؤشر القطعي على الدوام. من الأشياء التي تعلمتها من الحياة أن لا أكون انتقائيا في الحياة. بعض الناس انتقائيا في طريقته في التعامل مع الحياة، حينما يتعامل مع الناس ينطلق من الهوى لا ينطلق من الفكرة. أنا مرتاح لفلان إذا فلان طيب، وهذا خطأ في طريقة التفكير. يجب أن يكون العكس، أن التفكير يسبق المشاعر. فلان رجل مميز فاضل كذا وكذا، إذا أنا أحبه، وليس العكس وهو الذي يحدث عندنا. الإشكالية في الحياة أن مشاعرنا تسبق أفكارنا، وهذه إشكالية ضخمة. أن نجعل الفكرة يسبق المشاعر وليست المشاعر تسبق الأفكار. ولذا كثير من الناس قد ينتصر لفلان دون أن يدري ما هو فلان، وقد يعادي فلان دون أن يدري من هو فلان، لأن مشاعره والغضب والحمية أحياناً قد تقوده لاتخاذ بعض الأمور التي ليست من الحق في شيء.